بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الحزن والألم، عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره، مؤمنة بأمر الله تعالى، ينعي مجلس الوزراء إلى أسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، والدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد رحمه الله، بعد مسيرة عاطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجاز سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية. وبوفاته رحمه الله فقدت الكويت والأمتين العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ. لندعو المولى العزيز القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة، وأن يسكنه فسيح جناته. وعملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 64 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها، ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف، وإنه سبحانه سميع مجيب. وإزاء هذا المصاب الجلل تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، ينتهي مساء يوم الثلاثاء 19/12/2023. إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا روح.
هذا ربنا يكرمك. فيش غاز، فيش مقومات، فيش مية، فيش طحين. هينا شايفين هاي بنعمل معكرونة عشان فيش طحين، فيش خبز نطعميه. وروح نشتري باكيت المعكرونة بعنوية بعشرين شيكل. ليش يعني؟ هاي أطفال لا لاقين بمبر ولا لاقين غاز ولا لاقين مية. برعاية الأخ اللواء سلطان العنادي، هنا إبريس المجلس الرئاسي، أقمنا اليوم العزاء للدكتور نجيب العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عرفانا لما لهذا أقدم هذا الرجل للوطن خدمات جليلة في مختلف المناصب التي تقلدها في التخطيط الدولي وفي شركة النفط سابقا، الغاز سابقا، وكذلك في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي قدم فيها جهد كبير وقام تطوير هذا القطاع. نقدم عزاءنا لأسرة الفقيد ولأقاربه، ونسأل الله له الرحمة والغفران. بهذه المناسبة الأليمة على قلوبنا جميعا نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الدكتور نجيب منصور العوج، والذي كان له تاريخ كبير في ظل الدولة اليمنية، حيث شغل مناصب عدة في الشركة اليمنية للغاز ومصافي عدن وشركة النفط اليمنية ووزارة التخطيط، وآخر منصب تولاه كان وزير الاتصالات تقنية المعلومات. هذه المناسبة المفاجئة لنا كان لها أثر كبير في أعماق قلوب محبي الفقيد وأقاربه، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذوي الصبر والسلوان والعزامة وصول لكل محبي الفقيد. وبإذن الله يعني أن الوطن لن ينسى لهذا الفقيد مآثره ومواقفه في سبيل هذا الوطن، وشكرا لكم. في ظل تدني إمكانيات القطاع الطبي في البلاد والنقص الحاد في الخدمات الصحية الأساسية، تعمل العيارة المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت على تقديم الخدمات الطبية اللازمة إلى مخيمات النازحين والمناطق النائية البعيدة عن المراكز الصحية. العيادة المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي تهدف إلى إيصال خدمات الرعاية الصحية لسكان المناطق والقرى النائية. هذه القرى النائية لا تتوفر فيها مستشفيات أو كوادر صحية. هذه الخدمات نقدمها بصورة دورية مجانية، مما يؤدي إلى تخفيف العبء على سكان هذه المناطق. العيادة المتنقلة تستقبل يوميا ما يعادل 100 حالة ما بين رجال ونساء وبمختلف الفئات العمرية. العيادة المتنقلة ومنذ بداية العام الجاري قدمت الرعاية الطبية الأولية لأكثر من 13,000 حالة من مختلف الفئات العمرية، حيث تعمل على الكشف الطبي عن الأمراض وتقديم العلاج اللازم بصورة دورية ومجانية في القرى النائية، فضلا عن إحالة الحالات المرضية الخطيرة إلى المراكز والمستشفيات القادرة على علاجها. نشكر الهلال الأحمر على العيادة المتنقلة في منطقة الحيلة هذا اليوم، نشكرهم شكر جزيلا، ما يقصرون صراحة معنا بالدعم الأدوية، والله يعاونون الصراحة. حسب المواصلات ماشية عندنا ضعيفة، تنتقل إلى منطقة الاستفال هناك للمركز الصحي، نتعب صدق في الجانب الصحي. المبادرة التطوعية لهذه الفرق الطبية تأتي كطوق نجاة لسكان المناطق النائية بحضرموت الذين حرموا من أبسط الخدمات الصحية نتيجة استمرار الحرب الحوثية، ما جعل النظام الصحي في البلاد على شفر الانهيار.
اعتماد أسرهم بقودي محور كتاف ضمن جنود وضباط الجيش الوطني واعتماد رواتبهم لهم لإعالة أسرهم كونهم يسروا في ساحة معركة وهم مقاتلون الميليشيات الحوثية. فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات ما حدث من طغط وخيانة وعدم تعزيزهم لفتح ثغرة لخروجهم ومحاسبة المتسببين في الكارثة. قبر الضرر لكل الضحايا والأسرى وتعويض أسرهم لما لحق بهم من الخسائر والمعاناة التي يتكبدونها. خرجنا علشان أولادنا الذي في السجون، ويعني خرجنا لنشهد القوى حكومتنا السياسية بقيادة الدكتور رشاد العليمي بأنهم يهتموا لموضوع أولادنا وينظروا لأولادنا الذين مرميين في السجن منذ 5 سنوات لا رواتب ولا تفاوضوا عليهم، دائما تفاوضوا على الأسرى إلا ملف وادي قبارة آل قبارة منسيين تماما ولا حد يتكلم عليهم ولا كأنهم إنهم أسرى، بل قانون الدولي والشرعي إن الأسير مدته 5 أشهر 6 أشهر يتم التفاوض على والإفراج عنه، لكن أولادنا الآن هون 5 سنوات بالسجن. يعني أنا إحنا نشتي نعرف، وكل أمهات الأسرى ينشتي نعرف أي قانون أي شريعة تحكم، هل قانون غاب هو يحكمهم؟ أي شريعة وأي دين يحتكموا أو يمتثلوا له؟ لما 5 سنوات أسرانا في السجن وأولادنا في السجن بدون ما يتفاوضوا عليهم ولا يتكلموا عليهم، يعني حتى دول الأجانب دول الغرب كل 6 أشهر يتفاوضوا وفرقوا عن أسرى الدول المتحاربة. نحن نشتيهم يدرقوا أولادنا وأسماء أولادنا، ملف وادي آل قبارة بشكل عام تحت ملف التفاوض مقابل الكل هذا الخط في خط واحد. الآن نحن في ميدان الشهداء الملعب الكبير في محافظة أبين، نقوم بأعمال الترميمات من أعمال الدهانات وأعمال البلاط وتركيب العشب وكذلك البلاط المزيك والنعالات والسيراميك والرخام، وأنجزنا يعني إلى الآن يعني نحن في الفترة النهائية، يعني قريب التسليم إن شاء الله، يعني في الفترة الأخيرة إن شاء الله وقريب التسليم. نحن اليوم في ملعب الشهداء أبين للإطلاع على حجم الأعمال المنجزة والمزمع إن شاء الله تعالى افتتاحها في منتصف شهر يناير بإذن الله تعالى. نحن اليوم على وشك إنجاز ما يعادل 95%، وبإذن الله تعالى نحتفل به قريبا بافتتاح رسمي من قبل معالي وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من الملاعب، أيضا في ملعب شهداء الشهيد معاوية في لحج والصمود الضالع وشهداء تعز. بإذن الله تعالى تكون البصمة الأكبر والأفضل من خلال سنة 23 عام المشاريع التي اعتمدها معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري. جاءت هذه الإنجازات بالتعاون مع الأخوة في السلطة المحلية الذي كان لهم الدور كبير جدا معنا في تسهيل أعمالنا والتعاون وتسهيل عمل الشركة المنفذة. وبإذن الله تعالى هذه المرحلة الأولى، وسوف نعمل مع الأخوة في السلطة المحلية لاعتماد وبحث على تمويل للمراحل القادمة بإذن الله تعالى ليكتمل هذا الملعب من حيث المقاعد الجمهور والإنارة والمضمار كمراحل لاحقة نراها قريبا. وبإذن الله سوف نفتتح هذه المرحلة الأولى قريبا ونبدأ في المراحل الثانية لاحقا. المنشأة الرياضية و تدهورها في الأيام السابقة وكانت في القديم أو فيما سبق هناك نوع من الزخم الرياضي والحضور المشرف لأبناء المحافظة في المحافل الدولية، واندثارها وانعدامها في الأوان الأخيرة نظرا لتدمر البنى التحتية، وهذا بحد ذاته انعكس على ظهور اللاعبين في المحافل الدولية.